السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مهندس هشام أحمد، واحنا بنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم كورس كاتيا. درس النهاردة الدرس رقم 7 بعنوان سنتر ريكتانجل. هنبدأ نشوف نبدأ نرسم سنتر ريكتانجل ازاي. فبفتح برنامج الكاتيا معايا وبعمل نيو سكتش عادي، وباجي ارسم من هنا او بتك على السهم من على جنب من هنا واقول له سنترد ريكتانجل. انا كده هبدأ ارسم ريكتانجل عن طريق السنتر بوينت بتاعته. يعني كده مثلا معايا السنتر بوينت عند الاوريجين هنا، وابدا ارسم ريكتانجل بالمنظر ده. تاني سنتر ريكتانجل، اجي اقف هنا كده كده السنتر ريكتانجل. انا لو عايز الامر يبدا يتفاعل معايا يعني اتك عليه دبل كليك كده هيفضل متفاعل معايا، الامر ما بيتلغيش. تمام، ابدا ارسم سنتر ريكتانجل بالمنظر ده كده. خلصت خالص بقول له سكيب من الكيبورد، وزي ما شفنا برضو التول بوكس اللي موجود من فوق. انا هو هنا بيقول لي اختار السنتر بوينت بتاعتك، بختار مثلا هنا وهيبدأ يحط الهاي والويتس بتاعه زي ما انا عايز. تمام، ده كده كان السنتر بوينت ريكتانجل، مهم جدا في الرسم بقى كده قدام معانا علشان تكون الرسمة سيمترية معانا زي ما هنشوف في الاكسرسايزز ان شاء الله. ده كده كان الدرس بتاع النهارده. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك ليرن كاتي عربيك، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. شوفوا الدرس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.